اللي من التلامس والهايبوثالامس. وفي عندنا الايبيثالامس. تمام، الايبيثالامس هو كمان بارت من الدايسيفالون. تمام، طيب هلا ديفلوبمنتال الدايانسيفالون هو بارت من محاضرة الامبريولوجي، راح نشوف هي بارت من يعني هي ديفلوب من الروسترال بارت للنيورال تيوبس مع التيلينسيفالون، فهي اذا هي بارت من الفور برين. تمام، الدايانسيفالون هو البارت اذا من الفور برين، اللوكيشن تاعه مثل ما حكينا بتوين ايش؟ between two cerebral hemispheres above the brain stems. احنا في عندنا cerebrum مكون من two cerebral hemispheres، هذا الدايانسيفالون located between two cerebral hemispheres above ايش؟ البرين ستيم. تمام؟ البرين ستيم اللي بنعرف انه ميد برين بونس ميدلا، هي مباشرة above ايش؟ above الميد برين between two cerebral hemispheres. هذول الكومبوننتس للايش؟ للدايانسيفالون، عندنا الثلامس، السبثلامك نيوكليوس او السبثلامس، الهايبوثلامس والايبيثلامس. هلا الفنتريكلز اللي كانوا موجودين في السيريبرام ايش هم؟ شو سميناهم احنا؟ اللاترال فنتريكلز، بينما الفنتريكلز تاع الدايانسيفالون الثيرد فنتريكل، لانه الثيرد فنتريكلز مثل ما حكينا هو لوكيتد بتوين ايش؟ اذا بنيجي هون بتوين التو هاف للايش؟ للدايانسيفالون، بتوين الرايت والليفت ثلامس. تمام؟ فهذا هاي الثلامس، هاي الهايبوثلامس، هو ايش؟ اذا الفنتريكلز تاع الدايانسيفالون هو الثيرد فنتريكل. تمام؟ واضح؟ طيب مثل ما حكينا اذا هذا هو الدايانسيفالون بين التو سيريبرال هيمسفير، وهذا الثلامس وهذا الهايبوثلامس، مباشره ابوف ايش هذا البارت من البرين؟ هذا البرين ستيم، ميد برين بونس ميدلا. تمام، الفنتريكلز الثيرد فنتريكل موجود هذا السبيس اللي هون. تمام، لانه هذا الرايت هذا الرايت ثلامس، حكينا في عندنا السبيس بين التو ثلاماي، هذا شو بنسميهم؟ بنسميه ثيرد فنتريكل. تمام، عاده يقسم لتو بارت، مثلا عندنا اذا هذا الثلامس وهذا الهايبوثلامس، في عندنا ايش؟ سلكس هون. تمام، السلكس هون اللي هو ايش؟ بيقسم الى دورسال وفنترال بارت. هلا في الاعلى الدورسال بارت اللي هو في عندنا الثلامس وفي عندنا الايبيثلامس، هلا راح نشوفهم، وفي عندنا فنترال او تحت هذا الهايبوثلامس سلكس في عندنا ايش؟ الهايبوثلامس مع ليش؟ مع السبثلامس. تمام، اذا في عندنا هذا هو السلكس اللي هون اللي هو بقسمهم لتو بارت. تمام، اذا مره ثانيه، اذا هذا اللي احنا شايفينه هون هذا ايش؟ هاي الثلامس الرايت ثلامس، وهذا الرايت هاف من ليش؟ من الهايبوثلامس. تمام، طيب نتكلم اول شيء عن الثلامس. الثلامس مثل ما حكينا هم عباره عن تو ماسز من الايش؟ هي لارك وبيرد وفويد ماسز من ايش؟ من الجري ماتر. تمام، ومثل ما حكينا هي ايش؟ بتعمل اللاترال وول للثيرد فنتريكل، الابر تو ثيرد، لانه اذا جينا هنا الثلامس بتعمل الابر بارت، الابر تو ثيرد من الايش؟ من اللاترال وول للثيرد فنتريكل، اللور 1 ثيرد من اللاترال وول لللاترال فنتريكل بيكون عن طريق الهايبوثلامس، هي نفسها كمان بتعمل الفلور. واضح؟ اذا هي مثل ما احنا شايفين هي ايش؟ لارج، عندنا تو ماسز من ايش؟ من الجري ماتر، بيعملوا ايش؟ السبيس اللي بيناتهم اللي هو ايش؟ الثيرد فنتريكل. طيب هلا عاده احنا التو ثلاماي موجود على واحد على الرايت وواحد على الليفت سايد، ان 70% من الناس بيكون التو ثلاماي كونكتد مع بعض بهذا الشكل. هاي الكونكشن بيناتهم شو بنسميهم؟ انتر ثلاميك ادهيجنس، يعني حتى ماشي في سبيس بيناتهم اللي هو الثيرد فنتريكل، بس بيكون ممكن يكون التو ثلاماي ايش؟ كونكتد مع بعض بهذا الشكل. هذا الكونكشن شو بنسميه؟ انتر ثلاميك ادهيجنس. ايش الفانكشن للثلامس؟ واحدة من الفانكشنز هي ريلي ستيشن، مثل ما حكينا هي ريلي، معظم كل السنسيشن ريلي قبل ما توصل للكورتكس ايش؟ بتمر اكسبت ايش حكينا؟ الفاكشنز او السميل. تمام، برضه حكينا هي بتعمل ريلي لايش؟ المحاضرة الماضية الليمبيك سيجنال. ايش كيف تعمل ريلي للليمبيك سيجنال؟ حكينا الثلامس هي بارت من ايش؟ من باب السيركت.
بابي السيركتس مين يعيد لي اياها؟ حكينا هاي السيركت بتستارت بالثرامس وبتنتهي في الثرامس، ايش هي؟ هيبوكامبس من الفورنكس لوين؟ على الماميلاري باديز اللي هي بارت من الهايبوثرامس. الماميلاري بادي ماميلو ثراميك تراكت، ماميلو ثراميك تراكت بتروح واحد على النيوكليوس ومن الـ من الـ من الماميلو ثلم من الثلمس على السنجليت وبترجع للسيركت، تمام؟ اذا هي عملت ايش هنا؟ ريلي للايش؟ للليمبك سيجنال، برضه كمان تعمل ريلي لايش؟ غير سنس. هلا كل السنسيشنز موتور ايش؟ كيف موتور مين يعيد لي اياهم؟ نعم السيجنال اللي حكينا الموتور 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 بلانز بعد ما تنزل من الكورتكس على على البيزل جانجليا لما بترجع بترجع عن طريق ايش؟ الثلمس ومن الثلمس على الايش؟ على الكورتكس. نفس الشيء حكينا كمان الموتور سيجنال لازم توصل للسيربيلم، السيربيلم كثير امبورتنت تو مينتين البالانس اثناء الموفمنت ومسؤول عن الكوردينيشن للموفمنت، برضه كمان نفس الشيء الموتور بلان راح تصل السيربيلم من السيربيلم لما ترجع ترجع اول شيء على الثلمس وبترجع بعدين من الثلمس ترجع على الكورتكس، واضح؟ اذا هي ريلي ستيشن للسيجنال سواء سنسوري وليمبيك او موتور، واضح للجميع؟ تمام؟ طيب هلا راح نشوف ندخل تفاصيلهم. الريليشن للثلمس هلا بدون ما نطلع على الاشياء هون، هذا بنشوف هون الريليشنز، ايش عندنا ميديال؟ الثيرد فينتريكل في الجزء العلوي، ايش هذا البارت اللي هون؟ هذا جزء من الكودي، طبعا هذا اللاترال فينتريكل صح؟ على على اللاترال وول لللاترال فينتريكل شو في عندنا؟ الكوديت نيوكليوس. ايش في عندنا كمان؟ هذا الفورنكس على فكره. هذا الفورنكس من وين جاي؟ هاي شايفين؟ من الهيبوكامبس بيعمل روتي بيلف ابوف الثلمس لحتى يوصل لوين؟ للمامللاري بادز، تمام؟ شايفين كيف بيمر تحت السبتم باليسيدم؟ فعندنا هون نرجع لهون هذا السبتم باليسيدم بتوين الرايت والليفت فينتريكلز، فهذا ايش؟ الفورنكس، تمام؟ لاترال شو في عندنا؟ انترنال كابسول، بنعرف هلا ايش الانترنال كابسول، تحتيها ايش في؟ الهايبوثالامس والسبثالاميك نيوكليوس، واضح؟ اذا هذول الريليشنز من الامام. طبعا هذا من الفيو الامام، شو في عندنا كمان؟ في عندها روسترال، شو الفرامن هذا اللي هون؟ فرامن فمورو انتر فنتريكولار فرامن اللي اوبن من وين لوين؟ هذا من اللاترال فنتريكلز بفتح ايش؟ على الثيرد فنتريكل، وتحت شو في عندنا هون؟ الاكويدكت او الميد برين بشكل عام، تمام؟ واضح؟ اذا هذا روسترال وهذا كودل، اذا هذا عرفنا الريليشنز مره ثانيه للايش؟ مثل ما حكينا للثرمس. طيب هلا الثلمس هذول التو ثلماي، اذا الكونكشن اللي بيناتهم هذا شو بنسميه؟ انتر ثلاميك ادهيجن، السبيس اللي بيناتهم شو؟ الثيرد فنتريكلز، تمام؟ هلا مثل ما احنا شايفين الثلمس لها تو اند، انتيريور بتكون نارو اند راوندد اند، تمام؟ والاكسباندد اند اللي هي البوليفينار اللي هي الاكسباندد اند البستيريو اند بتكون اكسباندد وعليها تو بلجز هذول، واحده بنسميها ميديال جينيكليت بادي وواحده بنسميها اللاترال. نفس الشيء هون ميديال ولاترال جينيكليت باديز، واضح؟ تمام؟ في اي اسئله الان؟ اذا الثلمس مع مع الهايبوثلمس مع الهايبوثلاميك نيوكليوس مع الايبيثلمس هذول هم كلهم البارس بتاعت الدينسيفالون. البوزيشن تاعهم هم بارت من الفور برين، البوزيشن تاعهم بتوين التوس. البوزيشن تاعهم بتوين التو سيربرال هيمسفير أبوف إيش الميد برين أو أبوف البرين ستيم. الثلمس كانت هي ماسز لارج أو عندنا تو ماسز تو أوفويد ماسز من الإيش؟ من الجري ماتر. كفانكشن بشكل عام هي ريلي ستيشنز. بعض الفانكشنز ليش 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 كل السيجنال لازم تمر على الثلمس بالأول قبل ما تصل الكورتكس؟ بعضهم مع بعض يعني ليش هذا الإيش بيصير؟ بعضهم إيش بعض الأشياء معروفة بعضها مش معروفة، بس هي إيش؟ معظم السيجنالز مثل السنسوري انفورميشنز هي طالعه على الثلمس. الليمبيك باب السيركتس هي الثلمس هي بارت منها. الموتور سيجنال من البيزل جانجليا على الكورتكس او من السيربلم على الكورتكس كمان بتمر على الثلمس، تمام؟ عرفنا الريليشنز. طيب هلا الثلمس هي
هي ماسز من الجري ماتر، ماسز كبيره، واحد على الرايت سايد واحد على الليفت سايد، تمام؟ مكونه من مجموعه، اول شيء بشكل عام هي جري ماتر، هلا مكونه من مجموعه من نيوكلياي. هلا مثل ما احنا شايفين هي معظمها جري ماتر، بس في عندنا تو لايرز او تو لامينه من ليش؟ من الوايت ماتر. في عندنا اول واحده شو بنسميها؟ الاكسترنال ميدلري لامينا. الاكسترنال ميدلري لامينا تفصل هذا البارت من الثلمس اللي هو شو بنسميه؟ ريتيكولار نيوكلس عن الايش؟ عن الريميننج بارت من الايش؟ من الثلمس، تمام؟ هلا الجزء المتبقي من الثلمس في عندنا واي شيبد وايت ماتر لامينا اللي هي بنسميها ايش؟ انترنال ميدلري لامينا. فهذا البارت المتبقي اذا صار عندنا ريتيكولار نيوكلس مفصولة عن باقي الثلمس بالاكسترنال ميدلري لامينا، تمام؟ هلا هون صعب نشوفها لان هي لحالها تجي، يعني هي هون في عندنا وايت ماتر وبعدين هي مفصوله لحالها اللي هي ليش ريتيكولار نيوكليس. بعدين مثل ما حكينا الواي شيب الانترنال ميدلري لامينا ديفايد الريميننج بارت من الثلمس لثري بارت، انتيريور وايش ولاترال اللي بجهه الاكسترنال ميدلري جهه الريتيكولار نيوكليس وميديا، تمام؟ واضح. هلا كل بارت من هذول اذا من هاي لحالها بنسميها نيوكليس، بنسميها ريتيكولار نيوكليس. هلا كل بارت من هذول الانتيريور والميديال واللاترال بارت بيحتوي على مجموعه من نيوكلياي بتؤدي فانكشن معينه، واضح؟ تمام. طيب هاي مثل ما احنا شايفين اذا كل بارت، اذا الانتيريور بارت في عندنا نيوكليوس، الميديال بارت في عندنا نيوكلياي، اكثر شيء اللاترال بارت في عدد كبير من نيوكلياي. هلا راح نشوفهم مع بعض. طيب خلينا نشوف النيوكلياي تاعت الثلمس. على فكره مش رح نجيب شيء جديد، هي حكي كثير بس مش رح نجيب شيء جديد. اول بارت رح نتكلم عنه ايش؟ الانتيريور بارت. في الانتيريور بارت هون وهون على الرايت وعلى الليفت سايد في عندنا مجموعه من نيوكلياي بنسميها انتيريور ثلاميك نيوكلياي، تمام؟ في الانتيريور بارت اذا في عندنا انتيريور ثلاميك نيوكلياي. هذول بدون ما اطلع هون، هذول هم اللي كنا نحكي عنهم بارت من الباب السيركس. عشان هيك هذول ريسيف انفورميشن من وين؟ ريسيف انبوت من وين؟ الافيرنت من وين راح يجيها؟ من الماميلاري بادز. اذا راح يجيها الماميلو ثلاميك تراك، وين راح تروح الانفورميشن؟ على السنجوليت، واضح؟ تمام؟ اذا الفانكشن ما دام انها بارت من الليمبيك سيستم معناته الفانكشن تبعتها ايش ملي؟ انفولفد بايش؟ بالميموري وبالايموشنز، تمام؟ اذا هذا اول ثلام، اول نيوكليس اللي هي شو بنسميهم؟ وين موجوده؟ في الانتيريور بارت بنسميهم الانتيريور ثلاميك نيوكليس، او هي الانتيريور ثلاميك نيوكلياي. اذا هي بارت من ايش؟ ليمبيك سيستم، دائما نربطوها مع الليمبيك سيستم، هي بارت من الباب السيركت، واضح؟ لها علاقه بالايموشنز ولها علاقه بالميموري. السكند ثلمس اللي هي الموجوده على الميديال بارت، برضه هاي تعتبر بارت من الليمبيك سيستم. اللي هي ايش؟ هلا في الميديال بارت هون في عندنا مجموعه من نيوكلياي بس اكبرهم اللي هي ايش؟ دورسو ميديال نيوكليوس. الدورسو ميديال نيوكليوس برضه كمان خليهم مثل الانتيريور، لها علاقه بالايموشنز اكثر شيء، لانها ريسيف انفورميشن من الاميجدلا والهايبوثالامس، تمام؟ واللي هم بارت من الليمبيك سيستم كمان، وبتبعث انفورميشن لوين؟ للبري فرونتال كورتكس، فعشان هيك لها علاقه في الايموشنز، تمام؟ اذا هذول اول تو نيوكلياي، انتيريور بيجيها من الملاري بتبعث انفورميشن للسنجوليت، وفي عندنا الدورسو ميديال اللي موجود على الميديال الدورسو ميديال، واضح؟ الدورسو ميديال بارت برضه كمان لها ليمبيك فانكشنز، ريسيف انفورميشن ريسيف انبوت من الاميجدال والهايبوثالاموس بتبعث للبري فرونتال كورتكس وايش؟ ولها علاقه بالايموشنز. هلا اللاترال بارت، هلا اللاترال بارت طبعا هذا هون الانتيريور وهذا هون الميديال، هذا في انتيريور نيوكليوس هذا الدورسو ميديال نيوكليوس. هلا اللاترال بارت هو اللي فيه معظم النيوكلياي، تمام؟ اذا ملاحظين بدون ما نطلع هون، اذا ملاحظين انه النيوكليوس يعني مقسومه لتو بارتس او طبقين، تمام؟ هلا الابر بارت بنسميه الدورسال تير، واللور بارت شو بنسميهم؟ الفنترال تير، تمام؟ هلا بالدورسال تير في عندنا ايش؟ كم نيوكليوس؟ لاترال دورسال، لاترال بوليستيريو وبوليفينار، تمام؟ لاترال دورسال ولاترال بوستيريور ولاترال وايش والبوليفينار نيوكليس. هذول الفانكشنز هلا احنا حكينا بس عشان دائما نتذكروا الفانكشن تاعهم، احنا حكينا انه هلا راح نشوف لما نتكلم عن باقي النيوكلياي راح مثل ما حكينا كل السنسيشنز راح توصل لوين؟
راح تصل للنيوكليا، هلا كمان شهر رح نحكي عنهم، تمام؟ اذا هي راح تمشي من من تصل للثلمس، ومن الثلمس تطلع للكورتكس. هذول تعات الدورسال تير، اللاترال دورسال واللاترال بوستيرو والبوليفينار، لهم علاقه بيحكي لك انهم هذول بعد ما تصل السنسيشنز لبعض النيوكلياي الموجوده، هلا كمان شو رح نحكي عليهم، هاي في في زي 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 كوبي من هذا السنسوري انفورميشن راح تصل لهذا النيوكلياي تبعت الدورسال تير، ومن هون هذول راح يعملوا ايش؟ سند انفورميشن لاي اي اي انفورميشن بالكورتكس مسؤول عن الانتجريشن والاناليسيز للسنسوري انفورميشن الاسوشيشن اريا، تمام؟ اذا هذول الثلاثه راح يجيهم سنسوري انبوت من وين؟ فروم ذا اذر نيوكلياي اللي راح نحكي عنهم كمان شوي، اللي ريسيف ايش السنسيشنز، وبروجكت لوين هذول؟ الاسوشيشن اريا. بيحكي لك هذول لهم علاقه، واحده من الاشياء ليش السنسوري انفورميشن تصل للثلمس، بحكي لك حتى داخل الثلمس كمان الثلمس بتساعد في الانتجريشن والبروسيسنج تبعت السنسوري انفورميشن، واضح؟ تمام؟ اذا هذول ريسيف انبوت سنسوري انبوت من الاذر نيوكلياي، وين بروجكت لوين؟ للاسوشيشن كورتكس، واضح؟ اذا هذول ايش؟ تبعت الدورسال تير، لاترال دورسال، لاترال بوستيريور والبوليفينار، واضح؟ اذا هذول ايش؟ ضروريه ايش؟ تعمل انتجريشن للسنسوري انفورميشن، تمام؟ ريسيف انبوت من الاذر ثلاميك نيوكلياي اللي اجى لها سنسوري انفورميشن، وبتساعد في الانتجريشن، وبتبعث انفورميشن لوين؟ للاسوشيشن اريا بالكورتكس، سواء كانت بالتمبورال، في البرايتال، في الايش؟ في الاوكسيبيتال. فرونتال برو عليه شيء؟ فرونتال موتر، تمام؟ طيب هلا تعات الطابق السفلي الفنترال تير، في عندنا فنترال انتيريور وفنترال لاترال وفنترال بوستيريور، تمام؟ برضه راح نحكي عنهم هلا، مش راح نجيب عليهم شيء جديد. هذول الفنترال انتيريور هذه ايش؟ من وين بتجيها انفورميشن؟ من البيزال نيوكلياي، من البيزال جانجليا، وتودي ايش؟ اوتبوت وين راح تكون؟ راح تروح عليها على الموتور كورتكس، هاي اللي كنا نحكي عنهم، موتور كورتكس، بيزال جانجليا، ثلامس، على اي بارت من الثلامس؟ فنترال انتيريور، ومن الفنترال انتيريور باك على الموتور كورتكس. اذا راح ريسيف انبوت من وين؟ من البيزال جانجليا، وسند اوتبوت لوين؟ للموتور كورتكس. المين فانكشن تاعها شو راح يكون؟ الها موتور فانكشنز، تتحكم بالموتور اكتيفيتي، تمام؟ الثانية هذا الفنترال انتيريور، الفنترال لاترال هذا ايش؟ برضه موتور، بس مع ايش؟ مع السيريبيلم، موتور كورتكس، سيريبيلم، سيريبيلم باك على الثلامس، ومن الثلامس على الموتور كورتكس، فأي بارت من الثلامس؟ فنترال لاترال، إذا هي لها علاقة بالموتور فانكشن، تتحكم بالموتور اكتيفيتي، تمام؟ الثالثة هذا ايش؟ بوستيريور أو الفنترال بوستيريور، الفنترال بوستيريور كل الجنرال سنسيشنز، كل الجنرال سنسيشن من البادي، مش احنا حكينا لازم كل السنسيشن تروح على كذا، هذا ريسيف ايش؟ كل الجنرال سنسيشن من البادي راح بالاضافه للتيست، اذا الجنرال سنسيشن والتيست راح يوصلوا لوين؟ هم طالعين من السباينال كورد، تمام؟ راح يوصلوا للايش؟ للفنترال بوستيريور، والفنترال بوستيريور وين راح توديهم؟ على الكورتكس، اي بارت من الكورتكس؟ جنرال سنسيشن والتيست، وين موجودين هذول؟ من وراء الجنرال سنسيشنز والتيست، وين راح يوصلوا على الكورتكس؟ يلا يا ماما اللي وراء، ايش الجايروس شو نسميه؟ السوماتو سنسوري اللي هو البوس سنترال جايروس، واضح؟ على البوست سنترال جايروس في جنرال سنسيشن وفي تيست، تمام؟ وفي بارت من الانسولا، نعم صحيح، تمام؟ واضح؟ اذا الجنرال سنسيشن، السنسيشن وهي طالعه قبل ما تصل للكورتكس راح تصل لهون بالاضافه للتيست، ومن التيست تروح للايش؟ للسوماتو سنسوري كورتكس تبع الجنرال سنسيشن اللي هو البوست سنترال جايروس، تبع الجنرال سنسيشن تبع التيست، واضح؟ تمام؟ اذا مرة ثانية، إذا الأولانية هذا الفنترال أنتيريور لإيش؟ هي موتور ريلي مع البيزل جانجليا، ريسيف انبوت من البيزل
تبعث على الموتور كورتكس، هذه من السيريبيلم برضو موتور، تمام؟ لانه حكينا تحكم السيريبيلم بالموتور فانكشن، تمام؟ البوست جنرال سنسيشنز، كل الجنرال سنسيشن وهي طالعه توصل لهون بالاضافه للتيست، ومن هون تروح لوين؟ للموتور كورتكس. طيب هذول اللاترال جينيكوليت بادي والميديال جينيكوليت بادي. اللاترال الميديال ريسيف ايش؟ الهيرنج انفورميشن، وراح تبعث انفورميشن لوين بعدين؟ للبرايمري اوديتوري كورتكس. وين البرايمري اوديتوري كورتكس؟ في التمبرال. وين في التمبرال؟ في الترانسفيرس تمبرال جايراي، في الهيشلز كونفوليوشنز، تمام؟ الميديال جينيكوليت اللاترال جينيكوليت بادي شو ريسيف ايش؟ الفيجوال، تمام؟ الفيجوال راح يوصلوا لهون عن طريق الاولفاكتوري تراكتس، ومن هون وين راح يروحوا؟ على البرايمري فيجوال كورتكس. وين البرايمري فيجوال كورتكس؟ في الاوكسيبيتال لوب، واضح؟ تمام؟ اذا هذول عرفناهم، هاي بيزل جانجليا، هذه ايش؟ السيريبيلم، هذول جنرال سنسيشن بلس تيست، الميديال جينيكوليت الهيرنج، اللاترال جينيكوليت فيجوال. هلا اذا ملاحظين انهم هذول تبعات السنسيشنز، هذول تبعات السنسيشنز، شايفينهم؟ غير انهم يبعثوا للكورتكس مباشره، وين راح يبعثوا انفورميشن؟ راح يبعثوا للدورسال تي، تمام؟ عشان ايش؟ عشان انتجريشن للانفورميشن. وهذول كمان راح يرجعوا يبعثوا لوين؟ للاسوشيشن اريا بالكورتكس. واضح؟ واضح للجميع؟ طيب اذا مره ثانيه، الفنترال انتيرور مع البيزل جانجليا، البيزل جانجليا موتور كورتكس. اذا هذا الفانكشن موتور، الفنترال لاترال مع السيريبيلم، تمام؟ هي ريسيف من الكونترالاترال، من الكونترالاترال. راح نحكي لكم ليش كونترالاترال ليتر لما نجي نحكي عن السيريبيلم، تمام؟ الفنترال بوستيريور اللي هي اللي كنا نحكي عنها هون، هاي ريسيف ايش؟ الجنرال سنسيشن وايش؟ والتيست. بديش تعرفوا هذا، بس تعرفوا ان الجنرال سنسيشن والتيست راح توصلوا لهذول. طيب الميديال جينيكوليت بادي واللاترال جينيكوليت عرفناهم. اذا مثل ما حكينا، الميديال هي بارت من الايش؟ من الهيرنج باثوي، واللاترال فيجوال باثوي. تمام؟ اذا اللاترال هي بارت من الفيجوال باثوي، الفيجوال انفورميشن راح تصل لوين؟ لللاترال جينيكوليت بادي، ومن اللاترال جينيكوليت بادي للبرايمري كورتكس. هون راح يصلها الهيرنج انفورميشن، ومن الهيرنج وين تروح تصل؟ هاي من هون راح يصلها. طبعا الهيرنج باثوي هي في عندنا عن طريق الفيستيبيولو كوكليير، واخر شيء راح تصل لشيء بسميه انفيريور كوليكولاس، ومن انفيريور كوليكولاس على الميديال جينيكوليت بادي، ومن الميديال جينيكوليت بادي على البرايمري كورتكس. بس عرفوا لي اللي هم هلا، واحد بارت من الهيرنج باثوي، واحد بارت، واحد ريسيف هيرنج انفورميشن، واحد ريسيف فيجوال انفورميشن. واضح؟ تمام؟ طيب اذا حكينا عن نيوكلياي موجوده انتيريور ثلاميك نيوكليوس، حكينا عن وحده اللي هي بارت من الليمبيك سيستم، والميديال بارت اللي هي برضه كمان لها علاقه بالايموشنز، وحكينا عن اللاترال بارت. الدورسال تير كان ايش؟ وظيفته انتجريشن للسنسور انفورميشن. كل السنسور انفورميشن بعد ما تصل للنيوكلياي المخصصه لها، هاي الدورسال تبعت الدورسال تير تاخذ سنسور انبوت، وايش وين بتودي؟ على اسوشيشن اريا. الفنترال تير واحده كانت للبيزل جانجليا، واحده كانت للسيريبيلم، وواحده للجنرال سنسيشن والتيست، واخر شيء الميديال واللاترال جينيكوليت للهيرنج والفيجوال، تمام؟ هلا في عندنا نيوكلياي، شايفين هون؟ خلص نجي هون. هلا شايفين الوايت ماتر هذا شو سميناها؟ انترا لامينار، الانترنال ميدلاري لامينا، تمام؟ فيها سمول نيوكلياي كمان، بس مش واضحه كثير، بس هي حجمها صغير، تمام؟ هاي النيوكلياي الموجوده داخلها شو بنسميها؟ انترا لامينار نيوكلياي، تمام؟ اذا هي مجموعه نيوكلياي موجوده داخل وين؟ داخل انترنال ميدلاري لامينا، بنسميها انترا لامينار نيوكلياي. الانترا لامينار نيوكلياي في واحده منهم
important اللي هي بسموها largest one اللي هي centromedian nucleus. اذا centromedian nucleus موجوده داخل وين؟ داخل internally medullary lamina. هذا السيجنال، هذا النيوكليوس الموجوده داخل internal medullary lamina، المين فانكشن تاعها هاي ريسيف انفورميشن من وين؟ من شيء اسمه الريتيكولار فورميشن. شو اسمه؟ ريتيكولار فورميشن. وين هذا الريتيكولار فورميشن؟ اول مره بنسمع فيه ريتيكولار فورميشن. ريتيكولار انفورميشن هو عباره، ننزل بنيجي نحكي عن البرين ستيم، راح نحكي عنه، مجموعه من النيوكلياي، بدناش ندخل في تفاصيلها، بس هي مجموعه من النيوكلياي مع بعض بنسميها ايش؟ ريتيكولار انفورميشن. وين موجوده؟ في البرين ستيم. اذا الريتيكولار فورميشن هي عباره عن مجموعه من النيوكلياي موجوده في البرين ستيم. الانترالامينار نيوكلياي او السنتروميديا نيوكليوس الموجوده في الانترنال ميدلر لامينا ريسيف انبوت من وين؟ من الريتيكولار فورميشنز اللي موجود وين؟ في البرين ستيم. وين بتبعث انفورميشن شايفين؟ اذا هذه بتبعث انفورميشن لكل السيربرال كورتكس، تمام؟ هذا الباث واي ضروريه عشان ايش؟ عشان الكونشسنس والاليرتنس، تمام؟ لانه هذا السيجنال لما بتبعث على كل السيربرال كورتكس، كل الاريا من السيربرال كورتكس، هذا ايش؟ هذا بحاول يعني بخلي الكورتكس اكتف. واضح؟ هلا هاي الباث واي من الريتيكولار فورميشن للانترالامينار نيوكلياي ومن النيوكلياي لكل الاريا في الكورتكس، شو بنسميها؟ بنسميها الراس. شو اسمها؟ الراس، ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. نرجع للريتيكولار فورميشن. الريتيكولار فورميشن عشان تعرفوا هو اللي بيشتغل زي سويتش للكورتكس، تمام؟ اثناء في النهار واحنا صاحيين الريتيكولار فورميشنز تكون اكتف، فبيبعث ضل دائما يبعث انفورميشن لوين؟ للانترالامينار نيوكلياي، والانترالامينار نيوكلياي عشان هيك بضل اكتف كمان، بترجع تبعث لوين؟ للسيربرا كورتكس، فبكون الكورتكس دائما تبعنا اكتف، تمام؟ هلا لما نيجي ننام شو اللي بصير؟ حكينا الريتيكولار فورميشن هو السويتش، تمام؟ لما نيجي ننام شو بصير؟ بصير في عندنا ايش؟ بصير عندنا ان اكتيفيشن للريتيكولار فورميشنز. الريتيكولار فورميشن بصير اوف، تمام؟ شو اللي بيتحكم بالريتيكولار فورميشن؟ في عندنا بالهايبوثالامس في عندنا سنتر بنسميه السليبنج سنترز، هو اللي بيعمل انهبيشن لايش؟ للريتيكولار انفورميشن. لما نعمل انهبيشن للريتيكولار انفورميشن، الريتيكولار انفورميشن راح يبطل يبعث ايش؟ للانترالامينار نيوكلياي، وبالتالي الانترالامينار نيوكلياي مش راح تبعث لكل الكورتكس، فبالتالي الكورتكس بكون ان اكتف. هذا اللي بصير معنا في الليل، تمام؟ واضح؟ اذا هو ايش هذا السيستم كلياته؟ شو بنسميه؟ الراس، ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، اللي هي الانترالامينار نيوكلياي تعتبر بارت منه. انترالامينار نيوكلياي وين موجوده؟ في الانترنال ميدلري لامينا. حتى الانترنال ميدلري لامينا هذا الثلاماس الانترالامينار نيوكلياي برضه ريتيكولار فورميشن، مش كمان السنسور انفورميشن وهي طالعه على الثلاماس، ومن الثلاماس على النيوكلياي تاعتها في الثلاماس، ومن الثلاماس كذا برضه في نسخه راح تروح على سواء على الريتيكولار فورميشن في البرين ستيم، ونسخه كمان تروح على الانترالامينار نيوكلياي في السنسور انفورميشن وهي طالعه، تمام؟ واضح؟ عشان هذا بيساعد انه مش كثير مهم. هلا عرفنا شو الشيء الانترالامينار نيوكلياي، هي بارت من ايش؟ من الراس. شو الراس؟ المفروض يحكوا لكم عنه بالفسيولوجي او ويريفر. الراس هو ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، راح نرجع نحكي عنه كمان ليتر ان شاء الله. ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم هي السيجنال من الريتيكولار فورميشن اللي هو اللي بيشتغل زي سويتش للبرين او سويتش للكورتكس، بيبعث للانترالامينار، ومن الانترالامينار لكل الارياز، تمام؟ واضح؟ في النهار احنا شو بيكون الريتيكولار فورميشن؟ اكتف ولا انهبيتد؟ اكتف، فبيبعث انفورميشن للانترالامينر، والانترالامينر بتخلي الكورتكس دائما ايش؟ بتخلي كل الكورتكس ايش؟ اكتف، عشان اذا بيجي سنسور انفورميشن يقدر يتعامل معهم. في الليل شو بصير؟ انهبيشن للريتيكولار فورميشن عن طريق ايش؟ سليبنج سنتر من الهايبوثالامس، فبتبطل بصير الانترالامينر نيوكلياي ان اكتف كمان، وبالتالي الكورتكس بصير ان اكتف. واضح؟ تمام. هلا هذا من الاشياء اللي لازم نعرفها من الابلكيشنز. هلا لما هو احد يكون نايم كونه
احنا حكينا الريتيكولار فورميشن الموجود في البرين ستيم بيجي نسخه من ايش؟ السنسوري انفورميشن هي طالعه على الثلمس وعلى الكورتكس، كمان راح يجي لها ايش؟ راح يجي لها ايش؟ راح يجي لها انبوت، راح تيجي لها كولاترال كوبي من هذه الانفورميشن. هذا اللي بفسر انه وانت نايم، هلا لما بتكون انت نايم، هلا اذا كانت اذا وانت نايم اذا كان الريتيكولار فورميشن بيكون انهبيتد صح؟ تمام؟ هلا اذا واحد هو نايم اذا اشياء بتصير حواليه سنسوري او اشياء في الانفايرمنت اللي كنا نحكي عنهم اني تشينج بالانفايرمنت مثل ايش؟ مثلا وانت نايم والله اخوك قاعد معك في الغرفه بيحكي في صوت واطي او كذا، شيء بيصير انت بتكون ايش؟ هل تدرككم هاي الاشياء؟ او لما تيجي واحد الصبح تيجي والدتك تصحيك تفتح عليك الباب من برا وانت نايم، الريتيكولار فورميشن اوف انهبيتد، تمام؟ نايم اصحى اصحى يا احمد محمد او شو اسمه، ما بتصحاش ليش؟ لانه الريتيكولار فورميشن بعده انهبيتد، تمام؟ فهذه السنسور انفورميشن الصوت اللي قاعد بيقول لك قوم او كذا وعليك دوام مش معطيه اهتمام، البرين تاعك مش معطيه اهتمام، تمام؟ ليش؟ لانه الريتيكولار الكورتكس كله ان اكتف، لانه ايش بالاساس؟ الريتيكولار فورميشن شو ماله؟ انهبيتد، تمام؟ تقول لك ثلاث مرات اصحى اصحى اصحى، بعدين شو بتروح تعمل؟ شو بتروح تعمل؟ بدك تصحي واحد شو بتروح تعمل؟ بتجيب كاسة مي صح؟ كاسة مي خصوصا اذا كانت باردة بتجي تضربها مباشرة ولا ايش؟ ما بتشوف اللي هو قايم، ليش؟ شو اللي صار هنا؟ هلا السنسور انفورميشن اللي كانت توصل للبرين وكانت توصل نسخه منها للريتيكولار فورميشن، الريتيكولار فورميشن كانت ضعيفه، هاي الريتيكولار فورميشن يعني يجهلها، تمام؟ اما لما تيجي سترونج سنسور انفورميشن، انا بتقول لك يعني والدتك او احد قوم ترفع صوتها مباشره بتفوت، لما يدخل سترونج سنسور انفورميشن ويصل للريتيكولار فورميشن هذا ايش؟ يعمل اكتيفيشن لايش؟ للريتيكولار، الريتيكولار بصير يبعث انفورميشن للانترالامينر، والانترالامينر ايش بيعمل اكتيفيشن لكل الكورتكس، تمام؟ اذا هذا السنتر، هذا الايش؟ الراس، الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. اخر نيوكليوس رح نحكي عنها اللي هي الريتيكولار نيوكليوس. الريتيكولار نيوكليوس حكينا هذا المفصوله عن باقي النيوكليوس عن طريق الاكسترنال ميدلري لمينر. هذا النيوكليوس this is the only thalamic nucleus اللي هي ما بتعمل projections على السيريبرال كورتكس، هي هذه receive input من السيريبرال كورتكس بس ما إلها أي input على الإيش، ما بتبعث أي 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 fibers على الكورتكس، هي receive بس، هي the only thalamic nucleus اللي ما لهاش أي fiber بتروح على السيريبرال كورتكس، receive information من السيريبرال كورتكس، ومن السيريبرال كورتكس إلها الأوتبوت على الأذر النيوكلياي، تمام؟ بحكي إنه هاي النيوكلياس بس إلها إيش؟ تتحكم بالأكتيفيتي تاع الأذر ثلاميك نيوكلياي، واضح؟ تمام؟ هذا الريتيكولار نيوكلياس. في أي أسئلة؟ أها ديب سنتر صار في هلا بدكش تخطر، هلا في تفاصيل كثير لهي الاشياء، في بعض كذا مرات بيدخل المريض في كوما، مرات يعني حسب مشاكل في النوم وكذا، بس انه يعني هاي في تفاصيل كثير، بس في البينيال جلاندز كمان شوي، هاي بسموها ال ماركو يا شباب صبايا، هاي السايكل يعني النكست سليب اويك سايكل، هاي في اشياء يعني لها تفاصيل كثير يعني، بس مش انا حكيت لك اياهم بشكل عام يعني انه كيف الريتيكولار فورميشن مع الريتيكولار بتحكموا في الاكتيفيتي، بس لها تفاصيل ايش هو؟ مش الريتيكولار فورميشن عاده اذا صار دمج في البرين ستيم، صوت يا شباب صبايا، اذا صار دمج في البرين ستيم بيدخل المريض في كوما، يعني واحده من الاشياء اللي ممكن تصير يدخل في كوما، ليش؟ لانه الكورتكس دام خلص بيصير اوف، نخف نشاط، نعم. طيب الهايبوثالامس، صوت يا شباب صبايا، الهايبوثالامس الهايبوثالامس من
الهايبوثالامس من اسمها الهايبوثالاموس اذا هي بارت من الدينسيفالون. وين موجود اللوكيشن تاعهم؟ تحت الثالاموس. اللوكيشن الثالاموس تحت الهايبوثالاموس. هذا الهايبوثالاموس تمام. هي بتعمل ايش؟ اللور بارت، اللور 1 ثيرد من اللاترال وول للثيرد فينتريكل، برضه بتعمل الفلور للثيرد فينتريكل تمام. اذا هذا كله الثيرد فينتريكل. هلا اذا بتطلع على الـ على الـ على الانفيريور سيرفيس بلاقي هذا الفلور، شايفينهم هذول الاستركتشرز بتعمل الفلور، من ضمنهم ايش؟ هاي شايفينهم، هذا اذا بنطلع على البريم من تحت، هاي المنطقه الاريا اللي هي نفسها هذه اللي هي الفلور، هاي الثالاموس، هاي الهايبوثالاموس. اذا بنطلع على المنطقه هاي من تحت الانفيريور فيو بنشوف هاي الاستركتشرز. هلا الفلور في الامام شو في عندنا؟ اول شيء في الخلف ايش هذول الاستركتشر سميناهم؟ هذول الماميلاري باديز كنا نحكي عنهم من بارت من الثلمس. في الوسط الثلمس بايش شو الثلمس شو اللي معلق فيها؟ الستاك تاعت ايش؟ هي الانفانديبيولم اللي بتربطها مع ايش؟ مع البيتيوتري جلاند تمام؟ هذا ايش؟ التيوبر سينيريومز شايفين؟ هذا البارت من الهايبوثلمس اللي بتربط فيه الانفانديبيولم، هي هون عاملينها كت. الانفانديبولم شو معلق فيها؟ طبعا بتكون ايش؟ هاي التيوبر سينيريوم وهاي الانفانديبولم ومعلق فيها ايش؟ البيتيوتري جلاند. واضح؟ من الامام شو في عندنا؟ اللي هي الاوبتيك تراكت، الاوبتيك كازم، الاوبتيك كازم الاوبتيك نيرف اللي جايبين الانفورميشنز بيعملوا زي كروس. هذا الكروسنج تاعهم بنسميهم الاوبتيك كازم. اذا هذول الثري ستراكشرز، اوبتيك كازم من الامام، الماميلاري بادي في الخلف تمام؟ والتيوبر سينيريومز اللي مثل ما حكينا معلق فيه تربط فيه الانفانديبولم اللي مربوطه في الـ في الـ في البيتيوتري جلاندز، هذا موجود في الوسط. واضح تمام؟ هذول في الفلور، هذا الاوبتيك كاز، هاي الماميلاري باديز وهاي التيوبر سينيريومز. طيب الهايبوثالاميك نيوكلياي بديش فيها قوه تعرفوا الهايبوثالاموس، لان الهايبوثالاموس صراحه فيها اشياء عليها اشياء كثيره. هلا كل سايد من الهايبوثالاموس، هاي هايبوثالاموس الرايت وهذا الليفت. هلا منطقه هاي الريجنز اللي هون، هلا في عندنا تو جروب من النيوكلياي، في عندنا جروب موجوده بنسميها ميديال، وفي عندنا على اللاترال جروب، لاترال جروب تمام. هذول اللاترال يعني كل سايد في عندنا مجموعه لاترال زون النيوكلياي وميديال زون النيوكلياي كل سايد تمام. هذول كل واحد شايفينهم عدد كبير من النيوكلياي تمام. هلا الثلمس بشكل عام، هلا الثلمس شو ميزها؟ الثلمس بتحتوي مثل هذا هنا، بتحتوي هاي النيوكلياي بتحتوي على نيورون بتكون سنسيتيف لسيفرال باراميترز، في بعضها سنسيتيف للتشينج بالهرمونز، بعضها سنسيتيف للتشينج بالجلوكوز، بعضها سنسيتيف للتشينج بالتمبريتشر او للاوزمولارتيز. يعني هاي النيوكلياي بتحتوي على نيورونز سنسيتيف كان ديتكت اني تشينج في اشياء اللي بتحصل في البلد، سواء تغير في نسب هرمون معينه او جلوكوز معينه. فعشان هيك هذا هاي النيوكلياي او الهايبوثالاموس مثل راح نشوف هلا يعني بيعمل كثير فانكشنز تمام. برضو انا ما بديش اطلب منكم الفانكشنز بالتفاصيل، بس بتعرفوها بشكل عام. مثلا يعني اول واحده من الفانكشنز تاعت الهايبوثالاموس كنترول السكريشنز تاعت البيتيوتري جلاندز. واضح؟ اللي هي الاي دي اتش والاكسايتوسينز والاشياء كذا. برضو عندنا كمان عندنا الاوتونوميك كنترول. شو الاوتونوميك كنترول؟ هلا احنا لما قسمنا الموتور اوتبوت قسمناها لايش؟ سوماتيك واوتونوميك. سوماتيك مسؤول عن الايش؟ عن الفولنتري كنترول للموفمنت تمام. بينما الاوتونوميك كان مسؤول عن ايش؟ عن الانفولنتري كنترول لايش؟ للسموث مسل والجلاندز. هلا الكورتكس ليش الاوتونوميك، ليش السوماتيك فولنتري والاوتونوميك انفولنتري؟ ليش؟
نعم ايش؟ لا هلا ليش هذا ليش هذا ليش هذا ليش هذا فولنتري وهذا انفولنتري؟ هذا بحدد فولنتري ومش فولنتري، اللي بحدد شو هو؟ هل الكورتكس انفولد ولا مش انفولد؟ تمام؟ اذا الكورتكس لانه هو بتحكم في السوماتيك عشان هيك هو فولنتري، بينما اللي بتحكم في الاوتونوميك نيرفس سيستم مش الكورتكس. اللي بتحكم فيه ايش؟ الهايبوثالامس، عشان هيك صارت عندنا ايش؟ انفولنتري. حتى الانفورميشن على فكره يمكن ما حكيت لكم اياها، حتى السنسوري انفورميشن وهي طالعه على البرين اذا وصلت للكورتكس احنا بنكون ندركها. مثل احنا بنقدر جنرال سنسيشن، واحد حكى واحد كذا، الفيجوال الهيرنج التاتش، هاي كلها بتوصل للكورتكس فنحن بندركها تحت الكونشسنس تاعنا. تمام؟ بينما في انفورميشن سنسوري انفورميشنز تطلع على البرين بس احنا ما بنشعر فيها. مثل ايش؟ مثل الجلوكوز ليفل، مثل البارو ريسبتورز، الكيمو ريسبتورز اللي كنا نحكي عنهم في السي بي اس، هذول احنا واعيين فيها، هذول بيطلعوا على كذا والبرين بتعامل معهم واحنا مش مدركينها. ليش؟ لانها ما وصلت للكورتكس. تمام؟ اذا الاوتبوت او الانبوت هو اللي بيحدد هو هذا فولنتري ولا مش فولنتري، احنا بنقدر ندركه ولا احنا لنا سيطره عليه. تمام؟ هل بدا من الكورتكس او هل وصل للكورتكس؟ واضح؟ تمام؟ اذا اللي بدي احكيه انه الهايبوثالاموس هي السنتر او السنتر تبع الايش، مثل ما حكينا هو الريجوليشن للاوتونومي نيرفس سيستم. طبعا في نيوكليات، طبعا هذول نفس الاشياء، كل مثلا هون في نيوكلياي معينه من الهايبوثالاموس تتحكم بالسكريشنز تاعت البيتيوتري، هون في عندنا برضه نيوكلياي معينه، واحده بتتحكم بالباراسمباثيك سيستم واحده بتتحكم بالسمباثيك سيستم. الفيدنج سنتر والساتيت سنترز برضه كمان اللي هو انك تشعر بالشبع تشعر بالجوع، برضه هذول في عندنا نيوكلياي معينه مثل ما حكينا نيوكلياي مثلا تبعات الفيدنج سنترز، في هذول النيوكلياي، هاي النيوكلياي سنسيتيف لاني تشينج بالجلوكوز ليفل، تغير الجلوكوز ليفل داخل البلد فهي ديتكت اللي هو انه صار في عندنا الليفل تبع الجلوكوز في البادي او في البلد قليل، فبالتالي بتحفزك انك تخليك تشعر بالجوع. تمام؟ برضه نفس الشيء هاي، طبعا هاي التفاصيل. تمبرتشر كنترول هي بتتحكم بتخليك سويتنج، في عندنا سنترز برضه نيوكلياي بتحتوي على نيورونز بتخليك يعني ديتكت اني تشينج في البلاد بريشرز. تمام؟ نفس الشيء الووتر انتيك مثل الفيدنج وساتيتي سنترز. ايش كمان؟ بتحكم بالسيركاديا ريثمز، انك تنام تصحى واشياء، في نيوكلياي معينه، في نيوكلياي لها الميموري، الميموري ما حكينا الماميلاري بادز هي بارت من الباب السيركت، الايموشن والبيهيفير نفس الشيء لانه هي بارت من الليمبيك سيستم. تمام؟ اللي بدي اياكم تعرفوه بس انه الهايبوثالامس لها كثير فانكشنز، بدي تعرفوا بس هذه الفانكشنز الرئيسيه، اوتونومي كنترول الاشياء كذا، مش مطلوب منكم يعني التفاصيل، بس بصراحه يعني كثير حلو انكم تدرسوا التفاصيل هاي، بصراحه انا حطيتها بس بالعاده بطلبهاش من الطلاب، بس كويس بدك تروح لحق لك معلومات لك يعني تشوف كيف الاشياء هذه بيصير فيها الريجوليشن داخل البدي. حلو انك تعرف متى الجسم تحتاج انك تعطش انت تشرب مي، متى شو اللي هذا بيتحكم فيه، متى شو اللي بيخليك مثلا تشعر بالجوع، شو بتخلي السنترز اللي بتخليك تشعر بايش؟ بالشبع. تمام؟ شو الاشياء بتتحكم بالايموشنز بالاشياء كذا، هاي بتعرف انه ايش؟ الهايبوثالامس بيلعب دور كبير فيها. تمام؟ طيب اذا هون ما بديش تفاصيل بس بدي تعرفوا الاشياء الرئيسيه انه في عندنا نيوكلياي بتؤدي هذه الفانكشنز. طيب اخر شيء الايبيثالامس، اخر الايبيثالامس برضه هو بارت من ايش؟ من الدينسف. الايبيثالامس هذول الستركتشرز الموجودين هون، اذا هاي الثلامس، هذا الهايبوثالامس، هذا الايبيثالامس، واحده منهم اللي هم نسميها الهابينيورال نيوكلياي، هذول شايفين. طبعا هاي الانتيرو كومشور صح، هذا البوستيريو، انتيرو كومشور بربط ايش وايش؟ تيمبورال لوب، بوستيريو كومشور ميد برين. هلا هذول الستركتشر اللي هون عند البوستيريو كومشورز هذول بنسميهم مع بعض الايبيثالامس. تمام؟ مكون من الهابينيورال نيوكلياي، هاي تو نيوكلياي واحد على الرايت وواحد على الليفت سايد مربوطين مع بعض. تمام؟ من البينيال باديز او البينيال جلاندز اللي هي هذا الجلاند ايش تفرز ايش؟ الميلاتونين اللي بتحكم بالايش؟ في السيركاديان سايكلز. تمام؟ وفي عندنا ايش؟ في عندنا الفايبر هذه اللي هي بنسميها الاستريا ميدلار ستالامي، برضه تعتبر هاي شايفينها اللي هون، هذا تعتبر بارت من اذا هاي الاشياء الثلاثه بارت من الابيثالاموس، الهابينيولا، الهابينيولا نيوكلياي هذول شايفينهم اللي هون،
اللي هو اول واحد الهابين نيوكلياي، برضه هذول يعتبروا بارت من الليمبيك سيستم. الليمبيك سيستم اللي حكينا عنه كذا، لذلك عشان هيك لهم علاقه بالايموشنز وايش وبالبيهافير. تمام، الكونكشن تاعها مش كثير بهمنيش. الستريا ميدلار السلمي برضه هي بارت، هذول اللي حكينا عنهم هاي الفايبرز، هذا كونكت ايش؟ كونكت الهابينيولا مع ايش؟ مع السبتال اريا. ايش السبتال اريا؟ برضه بارت من الليمبيك سيستم تبع ايش؟ البلاجر سنتر. تمام، بخلينا تشعر بالسعاده وتكون هابي. تمام، البينيال جلانز، هاي الجلانز في الخلف اللي هي هذا نشوفون، اللي هي مثل ما حكينا ريليس ايش؟ الميلاتونين اللي بتحكم في الايش؟ السيركاديا ريثم. تمام، هلا اذا بعض المرات اذا بشوف ام ار اي او بشوف اكس راي بتلاقي انه مكان البينيال جلاند بتكون السيجنال كثيره، فبين انه في شيء في البينيال جلاند، هذا بتكون نورمال لانه هي بصير ايش؟ بصير كالسيفايد. واضح؟ السب ثلمس حكينا عنها، حكينا على لما حكينا عنها في البيزل نيوكليار. واضح؟ برضه مره يعني للمره العشرين بحكيها، لسه احنا يعني كل ما شايفين بنروح ديب. تمام، ففرصه انك ترجع تقرا، لانه احنا المحاضرات الجايه راح نحكي عن السنسري والموتور تراكتس. انتم ملاحظين وصلنا خلصنا الاسبوع الاول بنحكي عن اشياء حكينا عنهم، هذا اللي كنت احكي لكم، لسه يعني كل شيء مربوط من بعضه. تمام، اذا مش دارس قبل هيك راح تيجي على المحاضره حتى لو حاولت تركز ما راح تقدر تركز. تمام، اشياء بسيطه جدا، يعني اشياء بسيطه جدا للي دارسها من بدايتها. واضح؟ عشان هيك تدخل يعني عشانكم، عشان لما تدخل في الامام راح تصير انفورميشن لسه زياده، نتكلم عن السنسور والموتور تراكس في المحاضرات الجايه. راح تصير الامور اذا ما كنت انت فاهم الستوري كلياتها، هي ستوري كل شيء مربوط ببعضه مش شيء مفصول ببعضه. تمام، فحاول قدر الامكان انك تشوف الريكوردات، اقرا المحاضرات، حاول تجمع الاشياء الرئيسيه في كل المحاضرات. التفاصيل مش مشكله بعدين عند الامتحان تدرسها، بس الاشياء الرئيسيه مثل ما حكيت لكم، لانه كل شيء مربوط ببعضه. اليوم حكينا عن النيوكليات على الثلمس، جينا حكينا عن البيزل جانجليا، رجعنا حكينا عن الليمبيك سيستم، رجعنا حكينا عن البوس سنترال جايروس، رجعنا حكينا عن البرايمري فيجوال كورتكس، برايمري ديجيتال كورتكس، لانه هي كله السي ان اس هو عباره عن سيركتس وباث ويز، فكله ايش مربوط في بعضه. تمام، ويعطيكم العافيه.